السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة لزيارة المتحف الإسلامي، طبعا الحمد لله موفرينه أونلاين. لو حد مش قادر يسافر أو قادر يروح، تقدر إن أنت تفتح وتبص عليه. مجرد بس إن أنت تضغط هنا يبدأ يجيب لك المعروض هنا، ويجيب لك المعلومات الخاصة بيه، وهم حاطينه باللغة العربي وبالإنجليزي. اضغط هنا تبدأ تشوف الحاجات كأنك موجود في المتحف. تقدر تحرك بالماوس او تضغط في المكان انت عايز تروح فيه. هنا ده العصر العباسي، العباسيون. ده الاموي. هسيب لك الرابط اسفل الفيديو بحيث ان انت تستمتع بيه. زيارة المتحف ده للجزء الفاطمي. المطاف هنا يبدأ يجيب لك معلومات عن المتحف وعن التحفة ديت. الأيوبيين كأنك بتتمشى جوه المتحف. المماليك، طبعا المماليك ليهم شغل كتير جدا في مصر، كانوا مهتمين بالعمارة كتيرة جدا. أبو بريك مروان بن محمد. اقتحم الزجاج، فالواحد يقدر يتجول في المتحف ويشوف تاريخ البلد. بلاد فارس، شرق العالم الإسلامي، إيران. دي الكتابات. طبعا فكرة المتاحف الافتراضية ديت يعني فكرة قوية جدا، وانتشرت بالذات بعد موضوع COVID-19. وده مش بيأثر على عدد الناس اللي بتزور المتحف، بالعكس الناس بيعجبها المتحف فبتبدأ تزوره وتهتم انها تعرف معلومات اكتر. ونتمنى يكون في متحف معمول عن فلسطين مثلا، بحيث ان كل الناس، يعني زي ما في متحف يهودي نعمل متحف تاني لفلسطين، ونقدر نتكلم عن معاناة الشعب الفلسطيني وعن إنجازات الشعب الفلسطيني وتاريخ الشعب الفلسطيني. إن شاء الله تعمل بشكل قوي. طبعا في صور كتيرة تقدر تتنقل بينها، مجرد تدوس تلاقي نفسك وصلت للمكان دوت. تمام، وده مهندس أحمد عطية لو حد حابب إنه يتواصل معاه، والتليفون بتاعه. نتمنى لكل الأماكن الموجودة في مصر تبقى معمولة بالشكل دوت. نتمتع كده بزيارة مثلا شارع المعز، المتحف المصري، وهكذا.